أنواع شخصيات الأطفال. تمام، أنا عندي 5 أنواع لشخصيات الأطفال. عندي الطفل حاد المزاج، والطفل السهل البسيط، والطفل البطيء، والطفل النشط، والطفل الحذر الحساس. الحذر الحساس. نبدأ ناخد واحدة واحدة كده عشان الأمهات تعرف لما ابني يبقى متعصب أو متضايق أو متنرفز أتعامل معاه إزاي. أول حاجة، الطفل ده أصعب حاجة هو الطفل حاد المزاج. يعني إيه الطفل حاد المزاج؟ يعني بيكسر، بيرزع، بيخبط، بيجري، عدواني جدا جدا مع الطفل اللي هو عدواني جدا. hyperactive. بس في حاجة قبل كل ده عايزة أقولها، في حاجة، في 3 قواعد لازم نعرف: لا تسب الطفل فيسبك، لا تبصق على الطفل فيبصق عليك، لا تعض الطفل فيعضك. دي كلها جينات وراثية مكتسبة. منين؟ من الأم مكتسبة من والأب. الأم ومن الأب. طيب، من العم، من الخال، المهم ان هي من المحيط الأسري. الطفل بينزل ورقة بيضة، انا لازم اعرف الطفل ده اتعامل معاه ازاي. ان انا بسطر الطفل دوت ورقة ورقة بيضة بيضة، وانا اللي ورقة بسطرها. بيضة.